النهارده هنتكلم عن الجزء الخاص بإدارة التسويق في الشركات، والجزء الخاص في دور مدير التسويق، وإزاي وإمتى نوصل للمنصب ده أو نبقى مسؤولين عن المنصب ده، وإيه الكواليفيكيشنز والمعايير الأساسية المهمة بالنسبة لنا علشان نكون موجودين في التخصص ده، أو نكون موجودين في الأريا دي، او مسؤولين عن تيم ماركتنج بشكل كامل، وكمان الابديتس الخاصه بالفور بيز والسيفن تي بشكل كبير، ازاي الفور بيز اتحولت واللي حصل، والجزء الخاص بجزء ايه الفور بيز. طيب خلينا نتكلم الاول عن الجزء الخاص باداره التسويق في الشركات، ودور اداره التسويق في الشركات بتبقى عامله ازاي، واحنا كمديرين تسويق أو أنا كمدير تسويق المفروض أتعامل إزاي مع الإدارة اللي خاصة بيا، أو الجزء الخاص بإدارة التسويق، والفرص المتاحة قدامي، والمفروض إن أنا أشتغل عليه علشان أكون في إدارة التسويق. طيب خلينا كده قبل ما نخش بقى في المهام الرئيسية ليه والحاجات اللي المفروض بيعملها، خلينا نقول عشان اوصل للليفل ده واكون بعرف ادير التيم اللي معايا، واقدر ادير قسم التسويق، واقدر اشتغل على اداره التسويق، لازم أن يكون انا في مراحل عديت عليها واجزاء عديت عليها. لازم الاول اكون فاهم بشكل كبير وبشكل اساسي التخصصات في التسويق. يعني انا لازم اكون علشان اوصل لمدير تسويق لازم اكون فاهم تخصصات التسويق. طيب تعالى كده نشوف يعني ايه اصلا تخصصات التسويق عشان اوصل لإدارة التسويق. لازم اكون ايه واصل للجزء ده، لازم اكون واصل ان انا فاهم تخصصات التسويق، وازاي القسم ده بيشتغل، وكمان ازاي ان انا بشتغل على الجزء ده بشكل كامل. تخصصات في التسويق يعني انا علشان ادير قسم ماركتينج لازم أن اكون فاهم القسم ده، كل الاشخاص اللي شغالين معايا في القسم ده او الموظفين اللي معايا في القسم ده ايه الحاجات اللي بيعملوها والوظائف اللي بيعملوها، علشان اقدر احكم عليهم واقدر اقول هل الناس دي انا فعلا بتشتغل صح ولا غلط، هل الناس دي بالنسبة لي طريقة شغلهم وطريقة اللي بيلعبوا عليها في الشغل مناسبة ولا مش مناسبة، هل الشغل اللي الناس دي شغاله عليه او اللي ازاي احط كي بي ايز ومراحل للناس دي. طيب تعالى كده نشوف مثلا التخصصات ممكن يكون معايا ايه، او الاجزاء او الناس اللي شغاله معايا هتكون مين. هنا مثلا اداره او قسم الطباعه. تخيل انت كده عندك بيل بورد، انت محتاج تطبع بيل بورد، او محتاج ان انت تفهم الجزء الخاص بالبيل بورد، او ازاي ان انا اختار الاماكن المناسبه ليا علشان انزل فيها اليوفط بتاعتي او الاعلانات بتاعتي. انت لازم أن تكون فاهم طبيعه الشغل ده في القسم ده عامل ازاي، او الراجل اللي مسؤول عن الديزاينز والبرينتينج، وان انا اخرج الفيجوال بشكل كويس، واقدر ان انا اطلع اجزاء كويسه للاعلان او الكامبينز اللي بشتغل عليها، والامور دي كلها لازم يكون عندي رؤيه كامله ليها، لازم يكون عندي رؤيه كامله ليها. لازم اكون فاهم التسويق والديجيتال. هنا جزء مهم جدا، لان في ناس كتير او في ادارات كتير بتكون مش فاهمه جزء الديجيتال ماركتنج عامل ازاي، وتفاصيل جزء الديجيتال ماركتنج عامل ازاي. فبيبقى هو مدير تسويق ومعاه تيم اكتر من 60% من التيم ده بيشتغل على الديجيتال ماركتنج، فبالتالي هو عنده مشكله ان هو مش فاهم كديجيتال ماركتنج ازاي يتعامل مع الناس دي، كديجيتال ماركتنج ازاي ان هو يدير الناس دي وان هو يشتغل عليها. تمام، دي جزء مهم جدا ومهمه بالنسبه لادارات التسويق او مديرين التسويق اللي عندهم دايما دايما مشكلة
في الجزء ده. او عندهم دايما مشكله ان انا معايا تيم بيشتغل ديجيتال ماركتنج بس انا مش عارف احكم عليه. فهنا بنقول ان انا فاهم التسويق وفاهم الديجيتال ماركتنج، يعني قادر اقدر كمان افهم اداره او التسعير والبراندنج، تمام، وفاهم كمان الجزء بتاع التغليف عشان وتقييم السوق والاحتياجات والدراسات سواء بقى للعملاء أو المنافسين أو الشركة أو السوق، تمام خلاص. وكمان لازم أكون فاهم الأجزاء دي. طيب تعالى كده ناخدهم واحدة واحدة. أنا دلوقتي المفروض بشتغل على إن أنا أكون فاهم جزء البراندنج. يعني إيه جزء البراندنج؟ قادر أحكم على الأجزاء الخاصة ب البراندنج بشكل كامل، اللي هو الجزء الخاص بالمطبوعات اللي هتطلع مني كأوفلاين أو كجزء خاص بأوفلاين ماركتنج، وفاهم الفرق ما بين التسويق وما بين الديجيتال ماركتنج. يعني أنا دلوقتي لما أجي أشتغل على الكامبين الخاصة بشركة عندي منتج طالع جديد من الشركة، فقادر أقيم وقادر إن أنا أمانج الجزئين ببعض. لو أنا مدير ديجيتال ماركتينج فمش مهم بالنسبة لي إن أنا أكون واصل لليفل التسويق وإن أنا أقدر أفهم التسعير وأقدر أفهم البراندينج وأقدر أفهم دراسات السوق وأنزل أتكلم مع العملاء وأعمل سيرفي وأقدر إن أنا أطلع البرايس ليست بتاعتي وإن أنا أسعر منتج بناء على تسعير السوق وهكذا، تمام. طيب لو انا في جزء الماركتنج، لا انا مسؤول عن جزء الديجيتال وكمان مسؤول عن جزء التسويق بشكل كامل. يعني انا اقدر ان انا افهم طريقه الاكتيفيتيز او الانشطه اللي بتحصل على الارض والانشطه اللي بتحصل على الديجيتال. لازم انا كمان اكون فاهم جزء التسعير، ازاي ان انا اسعر المنتجات بتاعت الشركه. لو انا شغال في شركه ازاي اسعر المنتجات بتاعتها؟ هل انا هسعر بناء على التكلفه ولا انا هعمل تسعير بناء على الاحتياجات اللي موجوده، ان المنتج مطلوب بشكل كبير جدا جدا بس انا مش قادر اطلع الاحتياجات بتاع او مطلوب بشكل كبير جدا بس انا مش قادر اسعر بناء على حاله الطلب في السوق عالي جدا، فلازم التسعير بيختلف. والامور دي كلها لازم اكون فاهم. لازم اكون فاهم كمان جزء البراندنج بشكل كبير، ازاي اعمل براندنج؟ انا مطلع منتج جديد، طب ازاي نطلع له براندنج بشكل كويس؟ يعني مثلا انا مطلع عربيه جديده او بنخرج عربيه جديده، لكن هي لفئه معينه من الناس، الفئه الاداريه. فالفئه الاداريه يبقى لازم المنتج اللي بطلعه يكون شغال في البراند ايدنتيتي بتاعته على الجزء الخاص بالفئه دي. لو انا بطلع منتج هو خاص بالاطفال، فامتى اطلعه؟ باني هيئه، باني كولرز، باني باكجينج، باني موديل، بانهي طريقه اقدر اعرضه بيها؟ ايه الادفرتايزنج اكتيفيتي اللي انا المفروض اشتغل عليها؟ يعني وانا هعمل اعلانات، انت ايه القنوات التسويقيه اللي هشتغل عليه وهكذا. طيب جزء التغليف برضو مهم جدا. بعض المنتجات وكمان بعض الاندستري، بعض المجالات بشكل كامل قايمه بشكل كامل على جزء التغليف. يعني لو التغليف بالنسبه لنا هو مش محور الشغل او بالنسبه لنا مش الجزء الخاص بمحور الشغل بتاعنا، لا احنا ممكن ما نبيعش خالص، ممكن المنتجات بتاعتنا ما تتباعش اصلا، زي المنتجات اللي ليها علاقه بالكوزماتيك، زي المنتجات اللي ليها علاقه بالفرنتشر للان ديزاينرز او العرايس الجداد. لازم لا لو لو احنا التقفيل بتاع الفرنتشر مش مظبوط، احنا بالنسبه لنا بيبقى عندنا مشكله. تقييم السوق، ازاي ان انا اقيم السوق؟ انا كمدير تسويق لازم اكون مقيم السوق، امتى ننزل بالمنتج ده وامتى ما ننزلش بالمنتج ده، ايه المنتجات الخاصه بالصيف والمنتجات الخاصه بالشتاء، ايه المنتجات اللي خاصه بشريحه ايه وايه المنتجات اللي خاصه بشريحه بي. لازم أنا اكون فاهم الامور دي كلها. عشان اكون مدير تسويق لازم أنا اكون فاهم الامور الاداريه بشكل كامل من النواحي دي، ولازم اشتغل على 3 مراحل اساسيه
هنتكلم عنها دلوقتي، وكمان ان انا اكون فاهم الاحتياجات، واكون فاهم ان ازاي اعمل دراسه للسوق وللمنافسين، وازاي كمان اكون فاهم الدراسه، اعمل دراسه للشركه واحلل بيانات الشركه بشكل كامل. الشركه دي قدرت تبيع بقد ايه، ازاي ان احنا نحسب نسبة الربحية بتاعة السوق وبتاعة الشركة، أنا واخد ماركت شير قد إيه، أنا موجود في السوق بصفتي مين وموجود بنسبة قد إيه. كل الأمور دي لازم أكون واخد بالي منها وفاهمها بشكل كويس جدا كمدير تسويق. طب إمتى أعرف الحاجات دي وأتعلم الحاجات دي منين؟ من الممارسة، تمام؟ فهي قبل ما نخش على الأمور دي لازم نقول الـ3 حاجات الأساسيين اللي إحنا بنتكلم فيهم وتقريبا كل مرة بنشتغل عليهم او بنقول عليهم، اللي هو الاناليسز، تمام، والجزء بتاع الاستراتيجي، تمام، والجزء بتاع الاكشن، تمام. دايما بقول ان شغل الماركتينج بيعتمد على الـ3 اجزاء دول بشكل رئيسي، الجزء الخاص بالاناليسز والجزء الخاص بالاكشن والجزء الخاص بالاستراتيجي. طيب تعالى كده، لو انا محتاج اقول لك اوضح لك اكتر النقطة دي، خليني اقول لك ان هي بتعتمد على 3 أجزاء أساسيين. لو أنا قلت لك التفصيلة بتاعتهم، خلينا أقول لك إن هو جزء خاص بالتنفيذ، تمام، وخلينا نقول إن جزء خاص هنا بالاستراتيجية، تمام، وهنقول هنا جزء خاص بتحليل الإيه السوق بقى أو المنافسة بشكل كامل. دي المراحل الأساسية اللي لازم أكون أنا فاهمها وعارفها كمدير تسويق. كمدير تسويق لازم اكون عارف الاجزاء دي كلها. طيب هعرف الحاجات دي ازاي؟ بالممارسه، لازم ان انا امارس، ولازم ان انا اطبق على سكيل صغير، وابتدي اطبق وابتدي اشوف بايدي واعدي بايدي. وعشان اوصل للليفل ده لازم أن اكون اشتغلت مع مديرين، واشتغلت مع ادارات مختلفه، واشتغلت تحت ادارات ثقيله عشان افهم منهم الكلام ده. يعني مثلا لما اكون شغال كمدير كمتخصص في التسويق في اي تخصص ايا كان ايه هو، في قسم الديجيتال ماركتنج او في قسم الماركتنج، فشفت ازاي ان هم بيطلعوا المنتج ويرفعوا المقاسات بتاعته، وبعد ما بيرفعوا المقاسات بتاعته يبتدوا يعملوا تيست على الباكجينج بتاعه وهكذا. ازاي ان احنا جبنا المنتجات اللي في السوق وشفنا الاسعار بتاعتها عامله ازاي، واحنا التكلفه بتاعتنا ايه، وازاي نقدر نحط هامش ربح على حسب الهدف او المستهدف كمكسب، وازاي ان احنا كمان حطينا نسبه بشكل كامل للتسعير بشكل كامل، ازاي ان احنا اشتغلنا على البراندنج، منتج جديد يا جماعه نازل في الشركه ومحتاجين نشتغل له براندنج، فانت يا محمود هتعمل كذا، وانت يا محمد هتعمل كذا، وانت يا عبد الله هتعمل كذا، وهكذا. فانا لازم اكون عشت كل الاجواء دي، ولازم اكون شفتها وعصرتها من التخصص بتاعي، بل وكمان شاركت فيها. يعني انا شاركت في الاجزاء دي كلها، اكون شاركت في الاجزاء دي علشان نقدر ان احنا نتابع ده، واقدر ان انا افهم والله احنا بنشتغل في التسعير دلوقتي، طب هقعد مع الناس اللي بتشتغل على التسعير وابتدي اشوف بيشتغلوا ازاي، وكمان ابتدي اشوف هما بيشتغلوا ازاي على الجزء ده. لا، وانا بشتغل على الجزء الخاص بتقييم السوق، والتيم بتاع السيلز بيعمل سيرفي للسوق، بيعمل سيرفي للسوق وبيشوف كمان السوق ماشي ازاي. لازم انا ابص على الورقه ده، اشوف السيرفي بيتعمل ازاي، الريبورت بيتعمل ازاي، التقرير بيتعمل ازاي، واحاول اطبق ده. مع الوقت هلاقيني بتدرج وطريقه شغلي بتتوسع، وكمان بيعتمد عليا في كتير جدا جدا من الشغل، فهنا هكتسب الخبره وهقدر اقول ان انا اقدر اطلع كماركتنج مانجر واقدر انفذ الكلام ده كله. طيب علشان اقدر انفذ الكلام ده وابتدي انفذ بايدي وابتدي ان انا اشوف ده، ممكن اكون مفيش ادارات اتعاملت معاها، مفيش اشخاص اتعاملت معاهم في الاجزاء دي، بتحاول على قد ما تقدر ان انت تطبق الكلام ده على مشاريع خاصه بيك، على مشاريع خاصة بيك، وتحاول تطبق على سواء على سكيل صغير أو على سكيل كبير. طيب هنقول تاني الجزء بتاع إن أنا لازم بشتغل على الأناليسز، إزاي أحلل الأرقام وأشوف الاحتياجات وأحلل السوق وأحلل الشركة وأشوف الأناليسز بتاعة المنافسين وهكذا، أبتدي أشتغل على جزء الإيه الاستراتيجي، إيه الطريقة اللي هلعب بيها والطريقة اللي هشتغل بيها وهكذا، وكمان الجزء بتاع التنفيذ. طيب نيجي للجزء التاني الخاص بالتسويق الإلكتروني، تمام، او زي ما احنا بنقول الايه الديجيتال،
ماركتنج، تمام. الجزء الخاص بالتسويق الالكتروني او الجزء الخاص بايه الديجيتال ماركتنج لازم اكون اشتغلت فيه. طيب تعال كده نشوف، لو انا كمدير تسويق ومحتاج اكون مدير تسويق لازم اكون فاهم الديجيتال ماركتنج بشكل كامل. طب تعال كده ناخد رحله مع الموضوع ده، لازم نكون ايه واخد رحله. تعال كده نقول معانا مثلا واحد هو بدا هنقول في 2010 في كمتخصص تسويق، اوكي، كمتخصص تسويق هو بيشتغل في التسويق، بيشتغل مثلا كذا حاجه مع بعض، بيعمل مثلا ايه، بيكتب محتوى صغير، تمام، بيكتب مقالات مختلفه على المدونات وهكذا، تمام. فخلاص بدأ هو يشتغل في جزء التسويق وبدأ يدرس الجزء ده، بلس انه بيدرس تسويق، تمام، من الكتب. خلاص هو هنا حد بدأ مشواره، بدأ ان هو يشتغل كمتخصص تسويق، يكتب ارتكلز صغيرة، يكتب مقالات خفيفة، يفتح مدونات، يبتدي يتعامل على ياهو والامور اللي كانت بتحصل في 2010 دي، البيزكس اوف ديجيتال ماركتنج او الاساسيات اللي ابتدى بيها الديجيتال ماركتنج بشكل كامل، وبدا ايه يشوف الاجزاء دي وبدا يتعامل على اساسها. بدا بعد كده جه في 2000 و 2000 و لحد 2013 بقى متخصص في الكتابة، بلس ان هو شهادة بعد دراسة التسويق، شهاده بعد دراسه التسويق اخذ فيها ايه؟ في شهاده في التسويق بشكل كامل. فخلاص هو بقى فاهم، حد عنده باك جراوند ماركتنج كويسه ويبقى متخصص في التسويق، فبدا يلعب البازل بتاعته من هنا. خلاص هو بقى فاهم جزء في الكونتنت ومعاه بيزكس اوف ماركتنج وبدا يشتغل على الجزء ده. بدا مثلا في 2000، بدا في 2014 حب ان هو يعمل ايه؟ يتوسع بقى اكتر ويشوف الدنيا ماشيه ازاي ويفرد الدنيا اكتر، بدأ يشتغل في الايه؟ الاعلانات المبوبه والاعلانات ايه؟ عبر الايه؟ الانترنت. طبعا انا بكلمكم باللغه ساعتها. خلاص بدأ بقى يشتغل على الاعلانات المبوبه وبدأ يشتغل على الاعلانات على الانترنت، وجه في 2015 بدأ يشتغل على تهيئه محركات البحث، بلس انه اكيد بيتدرب على كل الايه الشغل الخاص بالتسويق، تمام، لحد ما جه 2000 و 2016 متخصص تسويق في الكتروني وبيعمل كل الحاجات اللي في. فهنا الراجل ده عمل ايه؟ خلاص بدأها حتة حتة، بدأها جزء جزء، وبدأ يبقى هو فاهم في جزء الديجيتال ماركتنج بشكل كامل. بدأ بعد كده مثلا في 2017 يفتح، تمام، قنوات اليوتيوب ويشتغل على المحتوى، تمام، بلس إنه بدأ يتعلم كماليات التسويق الإلكتروني. يعني إيه بقى الكماليات؟ تمام، يعني ايه الكماليات؟ يعني الجزء الخاص بالفوتوشوب بلس كل الاجزاء الخاصه والادوات الخاصه بالتصميم، طبعا بما يتناسب بقى مع كل الاجزاء بتاعت الفيديوز والاجزاء بتاعت البراندنج وما الى ذلك. بدأ في 2000، هنقول في 2019 بدأ يكون يكرس الخبرة الكاملة في كل الأجزاء، بلس شهادة وتطبيق على التسويق بقى نفسه. يعني خلاص بقى ماركتينج وديجيتال ماركتينج. هنا الراجل ده بدأ يعمل ايه؟ بدأ يلم كل الأجزاء الخاصة بالديجيتال ماركتينج، بدأ يلم كل الأجزاء الخاصة بالديجيتال ماركتينج. مع الوقت خلاص بقى فاهم ازاي يتعامل مع الديجيتال ماركتينج بشكل كامل. هو الراجل ده كتب محتوى لما خلاص طلع عينه واتكتب كل حاجه خاصه بالمحتوى. الراجل ده اشتغل على جزء الاس اي او ومسك مواقع وبدا ان هو يكتب المحتوى، ومن المحتوى بدا ان هو يعمل ايه؟ يطلع
المحتوى على مواقع مختلفة ويكتب عليها ويكتب عليها الجزء الخاص بالاس اي او، ويعدل بناء على الاس اي او وهكذا مع الاستمرارية. يعني هو مثلا في 2010 بدأ يكتب مقالات صغيرة، بدأ يكتب أجزاء صغيرة، طب تمام. هل لما وصل ل 2017 بقى يشتغل على الاي سي او ويشتغل على الكيميائيات بتاعت الديجيتال ماركتينج ويشتغل في الميديا باينج او الاعلانات ساعتها وبدا يشتغل على، هل ساب الكونتنت؟ لا، هو مكمل بابديتس، تمام. طيب جه في 2020 بدا يعمل ايه بقى؟ بدا يدرس مثلا، بدا يشتغل على اداره فرق مختلفه. هنا الراجل بقى خلاص بدا يطلع من الايه الاجزاء دي، وبدا ان هو يعمل ايه، بدا ان هو يكون ماسك اداره الديجيتال ماركتنج بشكل كامل، وهنا بدا يكون هو خلاص فاهم كل الاجزاء. طيب الراجل ده لما يكون مدير ديجيتال ماركتنج هيعمل ايه؟ لا، هو اوريدي فاهم الناس اللي شغاله معاه في الديزاين والديزاينر، هو اشتغل على كل التولز اللي بيشتغلوها، اشتغل على الادوات اللي بيشتغل عليها، اشتغل على المراحل اللي بيشتغلوا بيها، خلاص اشتغل على كل الكلام ده. طيب الجزء اللي بعد كده ايه؟ هو بدأ ياخد او بدأ كمان يشتغل مع بتوع الاي سي او، هو فاهم شغال اي سي او بايده. طب هو الكونتنت؟ لا، اشتغل كونتنت بايده. لا، الجزء الخاص ب الجزء الخاص ب الاي سي او، لا هو الاعلانات، لا خلاص هو اشتغل على كل ده، هو اوريدي اشتغل على كل الاجزاء دي، وفتح فتح ليهم كل التخصصات اللي يقدروا يشتغلوا عليها، فتح ليهم كل التخصصات وكل الاجزاء اللي يقدر ان هو يشتغل عليها، وبدا ان هو يشوف الاجزاء دي بشكل كامل، وقدر ان هو يحكم على شغلهم، قدر ان هو يقدر يطلع على شغلهم. بدا مثلا هنقول بلس الجزء ده بدا ايه الايه التجاره الالكترونيه. خلاص ايه التجاره الالكترونيه. طب هنا عايزين نلاحظ حاجه، ان الراجل ده بقى يعمل ايه؟ بقى يشتغل على الابديتس على نفسه مع الخبره بتاعته، وانه بيوسع السكيل بتاعه. يعني هنا مثلا بدا ان هو يشتغل مع اداره الفريق، وبدا يشتغل بايده، زائد انه بيتعلم حاجات جديده. فهنا طبيعه اداره التسويق او اداره الديجيتال ماركتنج او الاداره دي بشكل عام 2021، اداره التسويق للشركات. خلاص هنا بدأ يشتغل على ايه؟ ان هو بدأ يبقى فاهم إدارة التسويق. هو ايه ده؟ بدأ يشتغل على نفسه منين؟ من بدري جدا. بدأ يشتغل في كل جزء لوحده، بدأ يشتغل على كل منطقة لوحدها، بدأ يشتغل على كل تخصص لوحده، بدأ يكون نفسه بشكل كبير. فهنا الراجل ده عمل ايه؟ لا، هو الراجل ده عالي بشكل كبير، وبدأ بدأ يوسع المدارك بتاعته، بدأ ان هو يشتغل على كل جزء خاص بيه، بدأ ان هو يمسك مشاريع مختلفة، بدأ ان هو يشتغل على كل جزء من دول لوحده، تمام. بدأ ب 2022 ايه إدارة البيزنس والعلاقات الدولية. خلاص، طب هو هنا خلاص تمكن من الديجيتال ماركتنج، تمكن من إدارة التسويق، وبدأ في التسويق مع الديجيتال، بدأ يسابق عشان يقدر يلحق نفسه. بدأ في إدارة التسويق، بعد كده بدأ إدارة البيزنس العلاقات الدولية وهكذا. فخلاص هو هنا بدأ يمشي. طب الراجل ده لما يجي يمسك شركة أو يجي يشتغل على شركة، لا هو اوريدي خلاص، هو بالنسبة له الأمور بالنسبة له بقت مفتوحة، قادر إن هو يتعامل بشكل كبير، قادر ان هو يتعامل بشكل كبير ويفهم الاقسام دي ويقدر يتعامل معاها، وبدا يتعامل مع كل قسم ايه في الشركه بشكل مخصص، وبدا ان هو يقدر. طيب تعالى كده نشوف، لو ده حد هو اوريدي مش فاهم الناس دي او مش فاهم التخصصات دي، هيحكم ازاي على الناس؟ يعني هيحكم ازاي على الناس اللي شغاله معاه؟ هل هي شغاله صح ولا شغاله غلط؟ يعني الناس دي شغالة صح ولا شغالة غلط؟ هيحكم منين وهو مش فاهم؟ هو اوريدي مش فاهم. لما يجي بتاع الديزاينر يقول له لا والله الحتة دي مش هينفع تتعمل، لا هو اوريدي فاهم، لا حضرتك دي تقدر تعملها من خلال الكليك
على البين تول وتعمل كذا وتعمل وهكذا. طيب لو جه حد بيكتب كونتنت يقدر يراجع الكونتنت، هل الراجل ده اوريدي فاهم وبيكتب كونتنت كويس ولا لا، فاهم الكونتنت استراتيجي والامور دي ولا لا. حد تاني بيعمل ادز، لا هو اوريدي انا انت اصلا كمدير تسويق بتشتغل ميديا باينج مع الاداره، اوريدي انت فاهم الاجزاء دي كلها. بدأ الشركه تقول والله احنا عايزين نفتح سيكتور جديد هو خاص بال بالاي كوميرس، لا هو اوريدي بدأ اصلا من زمان الاي كوميرس وعمل ابديت لنفسه. فالموضوع معتمد على ايه؟ على ان احنا نشتغل بشكل كبير على ان احنا نشتغل كل التخصصات، ومع الشغل على التخصصات يكون ايه؟ مع الشغل على التخصصات نكون احنا بنعمل ابديت لنفسنا، نكون بنعمل ايه ابديت لنفسنا وعارفين احنا بنعمل ابديت في اي حته وازاي نكمل الاجزاء الخاصه بينا مع بعض. طيب اداره بقى التسويق في الشركات بتمشي ازاي، او ايه دور الاداره بشكل كامل في اداره الشركات؟ دور الاداره بشكل كامل في الشركات بيعتمد على اداره مراحل البيزنس بشكل كامل. هنا دور التسويق في الشركات بيعتمد على إدارة المنتج والخدمات مع العملاء والمنافسة في السوق. تمام، هنا ده الجملة دي أو السطر ده بيختصر بشكل كبير جدا جدا شغل بتاع التسويق، لكن لو بصينا للجملة نفسها أو السطر نفسه هو شامل الشركة كلها، شامل البيزنس كله. طيب يعني ايه شامل البيزنس كله؟ يعني هو بيشتغل على التسويق بشكل كامل بما يتناسب مع كل اطارات البيزنس. تعال كده نشوف، بيعتمد على اداره المنتج، فهو خلاص هو لو تخيل كده شركه ما عندهاش منتج او خدمه، او بيزنس ما عندوش منتج او خدمه، يبقى فين اصلا البيزنس؟ اوريدي لو ما فيش منتج او سيرفيس يبقى ده مش بيزنس اصلا، فهو اوريدي هو كور البيزنس، هو اساس البيزنس. طيب والخدمات مع العملاء، طيب هو اوريدي تعامله المباشر مع العملاء عشان يقدر من اول دراسه، طيب مع العملاء، طيب لو احنا قلنا مع العملاء تمام، في اداره الجوانب الكامله اللي هو ايه؟ من اول الاحتياجات حتى ايه؟ تقييم الخدمات وانشائها او هنقول وتعديلها. طيب فهنا بيعمل ايه؟ انا والله شفت ان الناس عندها احتياجات معينه، عملت السيرفيس تمام، عملت السيرفيس او الخدمه او المنتج اللي انا بقدمه، بعد كده عملت تقييم للخدمه بعد ما قدمتها وعملت تعديل ونزلتها تاني، فانت اوريدي سيركل كامله، انت واخد البيزنس كله تمام. مع المنافسين انت بتدير السوق بشكل كامل، انت هنا شايف السوق كله. ما هو السوق ايه عباره غير انه عباره عن عملاء ومنافسين؟ هو السوق عباره ايه عن ان انت عندك حبه عملاء بتشتغل عليهم وتطلع لهم منتجات، ومن خلال العملاء دول بتاخد ارائهم عشان تنافس بمنتج كويس قصاد المنافسين، فانت اوريدي انت بتشتغل كل حاجه تمام، بتشتغل كل حاجه. طيب هنقول هنا مع المنتج من اول الفكره تمام إلى التجربة في السوق والبيع.